أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إنها لمناسبة كريمة وجليلة هذه التي تجمعنا اليوم من أجل الاحتفال بفلذات أكبادنا من تلاميذ وتلميذات. لإصغائكم يا بني لا تذهب إلى الغابة لأنها ممتلئة بالأفاعي والأحناش السامة. فلم يسمع كلامها، فلما رجع إلى المنزل وجد أمه وقد عطها الحنش. فقال الدب للدبة: أيتها الدبة الجميلة، ماذا تصنعين هنا؟ فقالت الدبة للدب: اديها فراسك. فقال الدب للدبة: ولما هذه الغنزولة أيتها الدبة؟ وين الدب؟ وين الدب؟ دابا اش دخل الدب في الحنش؟ لأن الدب عارف اسم الدباتي كتر ابو صحج. هنيئا لك يا جنات، اسم جميل جنات، تبارك الله عليك على اعطائها هذه الهديه لام الوالده ديالها على ما اعتقد. إذن هنيئا لك يا ليلى التي تفتخر بابنتها كل الافتخار، تبارك الله عليها، إن شاء الله مسيرة موفقة بإذن المولى عز وجل. وهنيئا للوالد ديالها والأم ديالها وربي يخليها لك، تبارك الله عليها. إذن هنيئا لك يا آية على هذه الجائزة المستحقة وعلى هذا المعدل المشرف. نتمنى لك مزيدا من النجاح والتوفيق في مسارك التعليمي التربوي، تبارك الله عليك. إذن لحظة جميلة نخلدها بصور على المنصة تبقى في القلب والفؤاد والذاكرة دائما وأبدا. هنيئا لك يا مهدي، وهنيئا الوالدة ياك الأخت صديقة. هنيئا لك يا مهدي على هذا. مرحبا. إذا كل تشجيع والتنويه والتصفيق سيسلمه الجائزة ولي الأمر ديال والتوفيق في مسارك المهني والتعليمي والتربوي. شكرا جزيلا. خليتي الوالدة ديالك تفتخر بك وتفرح. شوف ابتسامة الوالدة، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليك آلاء. مسيرة موفقة إن شاء الله في مسارك التعليمي. هنيئا لك يا آلاء جابر بمعدل 8.54، تبارك الله. أكيد هذه اللحظة يجب أن تخلد وأن تعاش بكل معنى الكلمة، بكل موتر من معنى. إذا هنيئا لك يا آلاء الرملي على هذه الجائزة، وتبارك الله عليك. هنيئا، تبارك الله عليها، ربي يحفظها وتشوفي عليك أتمنى إن شاء الله. إذا آلاء الرملي حصلت على معدل 8.26، تبارك الله، معدل مشرف لكي يخلد هذه اللحظة الجميلة، تبارك الله عليها، تبارك الله عليك هدى على هذه الجائزة المستحقة، تبارك الله عليك. هنيئا لك،
تبارك الله عليك، مسيرة موفقة إن شاء الله. إذا شكرا لك، تبارك الله عليك وما شاء الله. ولي الأمر ديال الأم والدة الحجامي ياسمين، هنيئا لك تبارك الله عليك عن هذا الجائزة المستحقة، ونتمنى لك مزيدا من التوفيق. تبارك الله، ربي يحفظك. إذا مزيدا من التوفيق في مسارك الدراسي والتربوي، هذه هي البداية، وأكيد هيكون المسار موفق إن شاء الله بإذن الله تعالى. تبارك الله عليكم. شكرا للسيدة سناء العشيري، ما شاء الله عليك يا محمد. محمد من مدرسة الجولان الابتدائية، تبارك الله عليك، ربي يحفظك، الله يصلح. إذا يمكننا أن نلحظ تأثر الوالدة، تأثر 82 مزيدا، تبارك الله عليك، ربي يحفظه لك، ما شاء الله ما شاء الله. كل تصفيقات لياسر، الجائزة للتلميذة هبة الصبان، هنيئا لك يا هبة عن هذه الجائزة المستحقة بمعدل 8.69، تبارك الله عليكم. هنيئا لك يا هبة، وهنيئا أيضا لوالدتها ووالدها، تتسلم جائزتها، هنيئا لها، تبارك الله عليها، وهنيئا لمؤسسة القدس الابتدائية على هذا المعدل الرائع، تبارك الله، لكل تلاميذ، تبارك الله عليكم، ومسيرة موفقة بإذن المولى عز وجل، مسيرة دراسية وتربوية وتعليمية، هنيئا لكم، شكرا، شكرا الجميلة، هنيئا لنعمة على هذه الشهادة، تبارك الله عليك، ومسيرة موفقة بإذن المولى. ننتقل إلى فقرة تكريم شخصيات متميزة لها بصمتها الخاصة في مجالات مختلفة. هنيئا للدكتورة كريمة الرحالي على هذا التكريم المستحق من مؤسسة رابعة العدوية، من جمعيات المدني بتراب مقاطعة السواني. نتمنى لها مزيدا من التوفيق والتألق والعطاء. جد مسرورة بتواجدي في هذا المحفل الرائع، وهذا المحفل يعني بالصدفة كان في فضاء اللي هو درست فيه مرحلة الابتدائية، يعني مدرسة ربيع العدوية هي مدرستي الابتدائية، ومن حسن الصدفة أيضا أنني كنت حصلت على الجائزة الأولى في الخامس الابتدائي في النظام القديم في الثمانينات، واليوم كنحتفل بالتلاميذ المتفوقين، وعشت واحد ذكريات جميلة جدا في هذا الفضاء وفي هذا الحفل. وجدت سعيدة بتكريمي ضمن مجموعة من الشخصيات المتميزة في مدينتي وفي حيي، بحكم أن معظم الجمعيات المنظمة للحدث هي تنتمي إلى الحي الجديد، بحكم أن المدرسة تقع في الحي الجديد، وتكريم من الأهل يكون يعني تكريما فيه واحد خليط من المشاعر، الفرح والفخر والإحساس بالمسؤولية من أجل يعني المضي إلى الأمام، من أجل يعني تنشيط المشهد الثقافي والتربوي في مدينتنا طنجة. وشكرا لك. والشكر على عطاءاته الكبيرة في مجال الإعلام وفي أعلى راية الإعلام المغربي، كان له الفضل على كل الإعلاميين. تعجز الكلمات بل إنها تتمرد، لعلها تتمنع، لا أستطيع أن أحيط بها وأضبطها كي أعبر عن فرحتي وعن غبطتي وسعادتي الكبيرة، وأنا أحظى بهذا التكريم في هذا المكان الذي ربما لا تعرفون المكانة التي يحتلها في نفسي وفي قلبي. فهذا المكان، هذه المدرسة ومدرسة الجولان، مما أسس طفولتي الأولى. لقد تابعت دراسة الابتدائية في مدرسة الجولان، ولم تكن تحمل هذا الاسم، كانت تحمل اسم مدرسة الحي الجديد للبنين.
أن أحظى بهذا التكريم في هذا المكان، فهذا من الأمور التي لها نكهة خاصة وطابع يميزها عن كل المناسبات التي سبقت وربما التي ستأتي في حياتي. أنا سعيد جدا بأن أتلقى هذا التكريم في هذه المؤسسة وبين إخوة لي زملاء لي في الدراسة. أحسست اليوم أنني بين أفراد عائلتي، ولذلك كما أسلفت هذا التكريم له مكانة متميزة وخاصة في نفسي. أشكر المنظمين، أشكر الذين فكروا في تكريمي وفي تكريمي باقي الإخوة الذين حظوا بهذا التكريم. شكرا جزيلا لهم وشكرا لكم وشكرا لكل الذين حضروا هذا الحفل البهيج الذي أتمنى أن يعاد ويتكرر في مرات قادمة، وأن يكون سنة، لا شك أنها ستكون سنة حميدة ينبغي اتباعها والاقتداء بها. شكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.